نهني علي الزبيدي بولده سعيد، ونهني محمد زاهر واخوانه، ونقول لهم الف مبروك. نقول له مبروك وبالرفاف والبنين، وربنا يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم الذريه الصالح. نقول له الف مبروك وان شاء الله بالرفاف والبنين، وربنا يوفقهم ويسعدهم ان شاء الله يا رب. اول شيء ابارك للاخ سعيد واقول له الف مبروك، والمشاركه يعني فرحه الاخ سعيد فرحه لنا، وهذا واجب علينا يعني مشاركته في مناسبه فرحته وزواجه، ونتمنى له ان يكون يعيش حياه زوجيه سعيده، والف الف مبروك له ولوالده، واتمنى له التوفيق. الله يبارك فيك. كيف الليله؟ حلوه. ها؟ حلوه. بعدين على ماليزيا وحركات، صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. رايح ماليزيا؟ ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك فيك. مبسوط طبعا؟ اكيد اكيد حبيبي. كيف الليله؟ عقبال عيالك. راح نصور كذا على بالك. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. مبروك. كيف ايش تقول العريس؟ الله يجعل له ان شاء الله عريس مبروك، ويبارك له ان شاء الله، ويعطيه الصحه والعافيه، ويوفقهم فيما بينهم ان شاء الله بحق السميع. يسعدكم يا رب، والف الف مبارك لهذا الزبيد ان شاء الله، ونتمنى لهم يا رب حفل مبارك وفرح طيب باذن الله تعالى مع الفرقه يا رب ان شاء الله. نبارك لابننا سعيد بن علي بن زاهر، والف مبروك. نبارك لابو العروس ابو رامي ابو فهد، ونقول لهم الف مبروك، وان شاء الله عقبال الباقين، والف مبروك. وانا سعيد الحقيقه الليله، وسعيد سعيد ان شاء الله، سعيد مع سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول له الف الف مبروك، والله يجعل لك من اسمك نصيب، ان شاء الله تكون سعيد دائما، وخطوه مباركه ان شاء الله. الله يجمع بينكم بكل خير ويرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. اول شيء مبارك الاخ سعيد، ومبارك لعائلة الزبيدي، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. وإحنا والله ما حضرنا اليوم إلا يعني معزة ومودة لأخ سليمان اللي وجهنا الدعوة الكريمة، ونتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة بالرفاء والبنين يعني.